السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواني؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهاردة هنتكلم انك ازاي تعمل نازل تشيك، اللي هي تطبع تيست على الحبر، الحبر يطلع منتظم قدامك، وازاي تعمل تنظيف للحبر الهيد قصدي من عن طريق البرمجة بتاعة الطبعة دي، طبعة كانون بيكسيما جي 2411. اهم حاجة يكون فيها الشاشة ديت، ماشي؟ دي هي كده الوضع الاستعداد. حبينا نعمل كليننج الزر دوت مع الاعداد، المفك ده الاعدادات، ضغطة واحدة بعد كده ضغطة تانية هنا بعد كده كأنك هتصور كده، بتعمل كليننج. كليننج ده ما بين دقيقتين لثلاث دقايق، بتسخن في الهيدات وبتسخن الحبر عشان يطلع بمستوى كويس. لو طلع بمستوى مش كويس يبقى في مشكلة، اما في الخراطيم يا اما عند حضرتك في الهيدات. لكن دي بتعمل تنظيف لسطح لرأس الطبعة. طبعا هنا عشان بعد كده نعمل النازل تشيك لحد ما دي تقف وتعمل واحد، أول ما تعمل واحد يبقى جاهز للطباعة، ولحد ما الفلاش ده يثبت إن شاء الله. دي الكلام ده ينطبق مع أي طبعة في جي سيريس فيها شاشة. كده عامل كلينج. عايزين بقى نعمل نازل تشيك، ادي واحد بس هي كده. دي بس اهيت، يعني لما تتك على لما تتعددات وتكتين هنا اللي هتيجي تبقى رقم اتنين، دي تعمل كليننج واحدة بس تبقى نزلت شيك. بس كنا مستنيها تعمل نزل تشيك بس نزل تشيك، دي بتقول لك الحبر اللي نزل ايه ودي ما نزلش ايه. نزل تشيك ممتاز جدا، الاصفر طلع واضح والاحمر واضح والازرق واضح والاسود واضح كده، الطبقة دي شغالة 100 100. اتمنى ان الموضوع يكون نال اعجابكم واستفدتوا حاجة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.